بغياب أربعة أندية أجرى اتحاد كرة القدم قرعة بطولة الدور الممتاز للموسم المقبل الذي ينطلق منتصف أيلول بوعود التنظيم الدقيق والمباريات المتواصلة دون تأجيل وإنهاء المسابقة مبكرا دون الوصول إلى أشهر الصيف. رئيس لجنة المسابقات علي جبار أكد إن الفرق ستوزع على مجموعتين تلعبان بطريقة الدور لمرحلتين على أن تتأهل أربعة أندية من كل مجموعة مع النقاط التي كسبتها إلى الأدوار النهائية التي تقام بدوري من مرحلتين. المفاجأة كانت في اعتراض مجموعة من الأندية غير الجماهيرية على قضية التنقيط مطالبين بعدم ترحيلها مع المتأهلين. أنا مع بقية الفرق المعترضة ضد قانون أو ترحيل النقاط، لأن أنت أستاذ عدنان عندما تجد أنه أو تتأهل لدور النخبة بفارق مريح من النقاط عن صاحب المركز الثاني، أعتقد أنه الأدوار القادمة لا شك لك أي أهمية من خلال فوزك في مبارتين راح يحسم لك بطولة الدوري. كل هذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل أخوة في الاتحاد. سحب القرعة أسفر عن وقوع حامل اللقب نفط الوسط مع ثلاثة أبطال سابقين هما الزوراء والطلبة ودهوك في المجموعة الأولى، إلى جانب وقوع جميع الأندية النفطية معا في هذه المجموعة مع فرق الكرخ والكهرباء والسماوة. قرعة أعتقد كانت يعني متوازنة يعني بعض الشيء، لأنه كان هناك زرع من ناحية المستوى الفني لأنه على نتائج الموسم السابق، وكذلك يعني من الناحية الجغرافية، ولذلك أنا أقول أنه كان أكو جانب التوفيق به يعني بنسبة كبيرة إذا ما نظرنا إلى كافة الأمور من الناحية الفنية ومن الناحية الجغرافية. والمهم أنه كل من يأخذ حقه، يعني حقيقة كانت هناك طروحات كثيرة، يعني أنا أريد حقي والآخرين يريدون حقهم، لكن بالمحصلة أنها هي لجنة المسابقات هم اللي يمثلون الجانب الشرعي وهم القضاة اللي يعطون لكل ذي حق حقه، وأعتقد أنه المساواة يجب أن تكون حاضرة. نادي السماوة نادي عريق تعرفون أنتو، وهسه بالنسبة للسحبة صرنا في المجموعة الأولى، والمجموعة الأولى يعني جيدة بالنسبة لنا، ونفس الحظوظ أيضا بالمجموعة الثانية، فالسحبة جيدة. المجموعة الثانية بدت للوهلة الأولى أكثر قوة من سابقتها بوقوع الوصيف نادي القوة الجوية مع الشرطة وأربيل والميناء وأمانة بغداد وزاخو في سطورها مع أندية النجف وكربلاء والصناعة والحدود. نادي القوة الجوية عدة ثقة بنفسنا، إن شاء الله أتمنى الموفقية لفريقنا. أعتقد مجموعتنا تكون شوي أصعب من المجموعة الأولى اللي مجموعة نفط الوسط. اعتقد علينا احنا نادي القوة الجوية وهالبطولة حصاد النقاط لكون ان شاء الله متصدرين المرحلة الاولى. مجموعتنا اعتقد مجموعة قوية حسب ما صرحوا بي الاخوان، مجموعة حديدية لكون بها فرق جماهيرية، الشرطة، القوة الجوية، اربيل، اضافة الى فريقنا فريق الميناء. الرضا سيطر على الجميع في قرعة بطولة الدور الممتاز لكرة القدم التي أفضت إلى مجموعتين متوازنتين توزع فيها الكبار والصغار بطريقة عادلة. عدنان لفتة، الحرة، بغداد.